زار وزير الدولة لشؤون الخارجية السلوفاكي لوكاس باريسكو السفير السلوفاكي بالقاهرة منطقة آثار الهرم، وذلك على هامش زيارته إلى مصر لمدة يومين على رأس وفد من رجال الأعمال السلوفاكيين. وقال أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم إن الوزير السلوفاكي استمع إلى شرح مفصل حول الأهرامات وتاريخها وأبدى إعجابه بالحضارة المصرية وعراقتها، كما حرص على التقاط الصور التذكارية أمام جميع أماكن الزيارة. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.